تعهد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خطابه للأمة التشادية في بداية العام الحالي 2018، وكذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة عيد استقلال البلاد، بأن الانتخابات البرلمانية والبلدية ستنظم قبل نهاية هذا العام. ولتأكيد ما سبق، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر مع شركاء البلاد وكذا ممثلي المؤسسات الكبرى بالجمهورية، وذلك من أجل التجهيز الفعلي للبدء في الانتخابات المقبلة. بناء على هذه التوجيهات لرئيس الجمهورية لأن دولتنا لابد أن تعمل الانتخابات 2018، فدعينا شركائنا دول وقلنا لهم هو الوضع في إرادات سياسية قوية في البلد، ولا بد أن ندخل انتخابات تشريعية. ولا فعلى هذا الأساس التقينا مع كل البارتنير بتاعنا، تبادلنا متى وكيف الانتخابات التشريعية والمحلية يكون في تشاد. وعن الموعد المحدد لبداية هذه الانتخابات أكد أحمد محمد باشر قائلا: هناك مشاريع قانونية لابد أن تنبثق من السندبي، والسندبي يعمل القوانين، مثلا الكود الإلكترال، مثلا إنشاء اللجنة الانتخابية الوطنية الحرة السيني. بعد ذلك السيني هي التي تهدد متى تكون الانتخابات التشريعية والمحلية. إذن فعلى المسؤولين في الإطار الوطني للحوار السياسي الإسراع في العمل من أجل إجراء هذه الانتخابات في وقتها المحدد.